جولة إخبارية جديدة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وخلال الجولة التفقدية حرص الرئيس السيسي على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين التي تصادف وجودها أثناء مرور المارة. واستجاب الرئيس السيسي لطلبات إحدى المواطنات وأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقد حرص سيادته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. فرن ولا محل؟ فرن. 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 محل فين؟ بيبيع عيش حر ولا عيش؟ ده وده حضرتك. الحر بيتكلف كام؟ الحر احنا بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشلة. لا ابو شيل ده خلاص، ده بتاع لكن الحر بتبيعه كام بصراحه؟ والله بنص جنيه، انا مش عارف اللي هي بنص جنيه. يبقى اقل من ثمنها. انا بقول لك، انا بحدد يعني انت بتبيع الحاجه اقل من ثمنها؟ والله ببيعه بنص جنيه. انا مصدقك بتبيع اقل من ثمن؟ لا. طب يعني اذا كان هو بيتكلم 65 قرش هتبيعه ب 50؟ انا شغال في المكان. وف انا عارف ان الرغيف بدقيقه بالخميره بالعامل اللي بيشتغل بشوية الكهرباء ولا الغاز يعني والإيجار والكلام ده كله بيتكلف 65 قرش. فلو أنت بتبيعه ب 65 قرش حوالي ماشي بتمن، لو بتبيعه ب 80 قرش حوالي بتكسب 15 قرش. ليه بقى؟ بتعمل كام ألف رغيف في اليوم؟ على حسب المكنة اللي أنا شغال عليها. كام؟ ماشي مثلا 15,000 10. اسمك إيه؟ اسمي محمد. يا محمد، فبتبيع ب 50 وبتبيع بشلة. طيب سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الاسواق دي ليه؟ حضرتك بسبب الارتفاع في العالمي كله عموما. انت مالك بالعالمي؟ هو انت دي احنا زودناه عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك دي بنستورد. استنى بس، احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير مدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، اكبر دوره ربح هي الدوره اليوميه. الدوره الايه؟ يوميه. انا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب. لا يبقى انا النهارده الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش، واللي عملته بكره خدت قرش. في ناس ثانيه بيحط بضاعه تقعد بالاسبوع وتقعد بالشهر ما تتباعش كل شيء، انما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو انا النهارده عندي مخبز بيطلع 10,000، وانا بقولها ليه مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10,000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4,000 جنيه. ال 4,000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4,000 جنيه في اليوم ب 10,000. يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120,000. 120,000 لمخبز بيعمل 10,000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، انا بتكلم في اقتصاد. اي واحد عنده محل او عنده مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد، انما بايه؟ بالعقل. انا شاكر افضالك يا سياده الرئيس ان انا قابلتك. أنا بقالي 17 سنة في الكويت ماشي، بس دلوقتي اتفتح لي شغل في بلدي، أنا شغال هنا في بلدي دلوقتي، سبت الغربة ما كنتش عارف لا رب عيل ولا رب ده،
بس دلوقتي انا بشكر حضرتك انك انت فتحت لنا مجال في الشغل. طب انت شغال ايه؟ انا شغال ماسك الفرش مع بتوع الفرش. فرش العماير. انت من دمياط؟ لا انا من جينا من لوكسر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بس طيبين والله. شغال كويس الحمد لله. والله تمام يا ريس. الحاجه متينه؟ لا تمام والله يا ريس. رمسد؟ والله تمام. انت بتعمل بتفرش بالالف و انا من ضمن المتضررين في 4.5 وجيت في اهلينا. فيعني عشان كده بنراعي ربنا في الفرش وفي الكلام من ده عشان خاطر برضو احنا متضررين قبل كده. صحيح. فالحمد لله رئيس احنا شاكرين افضالك انك انت جبت لنا من الغربة اللي احنا كنا متغربين فيها وعيالنا بقينا وسطهم دلوقتي. ربنا يكرمك. كان نفسي قبلك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ هنا؟ مبروك. الله يبارك فيك. ادي الحاجة الحلوة للولد. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ ربنا بيحبني. انا سعيد ان انا بشوفك بجد. انتوا هنا مبسوطين؟ بجد انا سعيده قوي. كتر خير كتر خير. مبسوطين بجد. صحيح. انت ربنا يخليك لينا يا رب. صحيح والله كل حاجه كويسه. والاسعار قولي. اسعار ايه؟ الحلويات؟ لا الحلويات دي بتاعت العيال بقى. الا بيتكلف الاكل والشرب يعني. انا مش مصدقه. لا طب ليه بس الاول؟ عادي كل حاجه هنا جميله. والفرش وكل حاجه جميله. تسلم ايديك بجد. طيب. ويخليك لينا يا ريس. اهلا وسهلا. انت بنتها؟ دي بنتي رحيل ومعايا روضه 5 سنين. ما شاء الله. ودي اختي. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليك يا بابا. بجد انا مش مصدقه اني قابلت حضرتك. انا كنت حاسه. بس قولي لي الاسعار بتاع الاكل والشرب ايه؟ الاسعار لسه ما اشتريتش حاجه. انا بشتري من المنطقه اللي انت حضرتك شلنا منها. يعني أرخص. مصر القديمه. ارخص؟ انا بتكلم على يعني الشهر ده. زي الفل يا رب. يعني لا ما تقوليش كده. ما انا ما انا عايز اسمع. انا حضرتك والله ما اشتريتش عشان ما اكدبش على حضرتك. بقالك شهر ما اشتريتش. والله ما اشتريت. طيب وبطاقه التموين ماشيه؟ ماشيه. تاخدوا حاجتكم؟ كل حاجه. والعيش؟ والعيش صحيح كل حاجه والله. والعيش بيشيلي. طيب. انا زي ما عايزه اقول لحضرتك حاجه. قول يا بابا. انا اختي معانا جنبين بس ما سلموهاش ومعاها 5 عيال. هذا فين؟ في الجيوره مجرى العيون. يعني اللي هي الحته بتاعت سكر والليمون ولا حاجه تانية؟ لا عند سور مجرى العيون دخلت الجياره. اللي حضرتك قبل كده كنت مصور. اللي موجود هنا. ايوه هم. الكلام اللي احنا بنقوله احنا بنراجع كل حاجه. بجد يعني بجد البلد انت حضرتك يعني بجد بقت حاجه تاني. شوفي انا عايز اقول لك انتوا كلكم اهلي. حبيبنا. وانتوا حبايبنا. احنا ولادك. ولادك. وانت ابونا. وانا يسعدني ويشرفني. ويبارك لنا فيك ويخليك لينا يا رب. وعايز اعمل كل شيء طيب لكم. مش عملنا لكم في نادي هنا؟ ايوه في كل حاجه. في مدرسه هنا؟ في كل حاجه. وفي مسجد هنا؟ ايوه في كل حاجه. وفي كنيسه هنا؟ ايوه في كل حاجه. كل حاجه لكل الناس. صح. احنا كلنا واحد يا رب. واحد. الرب هو اللي خالق الكون كله. ونعم به. وهو اللي موزع كله. طيب ايه تاني؟ مش يخليك لينا يا رب. طب انت جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي مبيض محرم جبس شغال في العاصمه الاداريه تبع الشغل اللي هو باليوميه ده يا ريس. سلمي على والدك ويبارك لينا فيك ربنا. شكرا يا ريس. شكرا. كل سنه وانت طيبه. طيب عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. ولادك؟ ايوه ولادي. تعالي سلمي على الريس. ازيك يا جميله؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تقوى بس؟ عندي تقوى ومحمد. بس محمد في البيت وانا معايا عياله. وماله؟ وماله هاتيهم. ربنا يخليك. طمنينا عليك. الحمد لله. صحيح؟ الحمد لله. قولي الاسعار اخبارها ايه؟ والله غلا. طب احنا قاعدين يعتبر عيلتين في شقه واحده، اوضتين وصاله، يعتبر اوضه. ليه؟ ما قاعده مع حماتي. ما جوزي قاعد يعني شغال يوم ويوم لا يعني مش بس يعني الحمد لله. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع كبابجي. يعني في محل محل كبابجي زي صبي كده. كل حاجه كل حاجه. فين ولد اختك كتير؟ تعالي ياسمين. ازاي ولادك؟ بنات. ما شاء الله. ثلاث بنات. ما شاء الله. طمنيني على الدنيا عامله ايه؟ ايه الدنيا عامله ايه؟ الاسعار اهو غالي شويه حتى بعد الاجراءات اللي احنا يعني إيه؟ يعني المنافذ اللي فتحت ديت. لا هي المنافذ كويسه طبعا. طب انتوا بتروحوا المنافذ دي؟ لا بصراحه ليه؟ ما عشان كنا مش قدامنا وكده فمش موجوده في كل مكان. احنا دلوقتي المنافذ ديت وبالمناسبه
كل الهايبرات الكبيره احنا عاملين فيها نفس الكلام. يعني الموضوع مش على قد المنفذ حضرتك بس المشكله الغلا وفي نفس الوقت المدارس والدروس وكل ده طبعا ما بيتخلى. يعني احنا الوقت هي قاعده معاكم؟ لا هي مش قاعده معايا، قاعده جنبي في يعني بعديه كده بعديه في شارع. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ريس. بناتك في سنه كام؟ اولى ثالثه اعدادي واولى اعدادي وخمسه ابتدائي. اسمك ايه؟ أنا؟ لا اللي خايفه دي انا؟ ايوه ماي. شيلي يا ماي البتاع، خايفه ليه يا حلو؟ لا مش خايفه. صحيح؟ طب مشيت ليه؟ أنا عايز أكلمك. طيب عاملة إيه في التعليم؟ الحمد لله. كويسة؟ بتذاكري كويس؟ ها أنت في سنة كام؟ أنا؟ خمسة. سنة خمسة لسه شوية. لسه شوية. أنا مريم في سنة أولى إعدادي. أولى إعدادي؟ وبتذاكري كويس؟ ماما مخليها بالها منك؟ المذاكرة؟ شوفوا أغلى حاجة، أغلى حاجة تقدميها للولاد تعليم كويس. ايوه طبعا، هو الواحد ما بيهتمش بالتعليم اكيد. تعليم أيوة طبعاً. والواحد يتكلم كويس. هي اكتر واحد الواحد بيعملها معاهم التعليم من اي حاجه ثانيه عامه يعني. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. سنه وانتم طيبين. صحتك؟ كل سنه وانتم طيب. فين الست اللي معاك؟ حبيبي. ازيك يا امي؟ حبيبي ربنا يكبر خاطرك. ربنا يخليك ويخليك وينصرك. عندي مشكله. الله عيني. اه تسلم. الوقت بيتي انا قاعده يجي لي 25 سنه. ايوه. والبيت كان واخد قرار ازاله ورا الامام اللي لما جه من المتحف بيوسع يعني بينظف. صاحب البيت اللي خد بديل في مدينه السلام عايز يطلعني انا وعيالي وانا بخدم في المدينه دي 20 سنه. زين فريد محمد. ولا ابدا ولا تقلقي ولا تخافي. عاملين لي طرد يا بيه ودم الحكومه. عيني حاضر. يا رب يخليك يا بيه يعليك. كل سنه وانت طيب. ينصرك على من يعاديك. اللهم اللهم بلغك رمضان. امين يا رب. اللهم بلغك رمضان يا رب. أمين. عشان خاطر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب اسمي تبعك. كل حاجه هتتعمل. زين فريد محمد عالي. يا حبيبي. 16 سنة على الغفار. بالامام الليث عشان الحكومه جاتني وكانوا يكسروا الباب عليا معايا بنات في المدارس. لا على عينينا يا حاجه عشان خاطر ربنا. لا اله الا الله. انا قلت لك مش عارفه اقول لك ايه سياده الريس. ولا تقولي حاجه. نزلت من السما وانت استلقيت بس مش هقول لك زاد عن كده. بس وانت ربنا معاك بقى. كل سنه وانت طيب. ربنا معاك وانت طيب. معايا ست عيال وبربي فايتاء. ربنا يخليك. اروح فين؟ اروح فين يا حضره الريس؟ على رقبتي. لا يا بيه تسلم رقبتك. والله على رقبتك. تسلم وتخليك يا رب. يخليك. مش هقول لك زاد عن كده يا حضره الراي. هاخده منك. وتحيا مصر بيكوا بدعواتكم الطيبه يا رب. يا طيب. مش هقول لك حاجه تاني. لا خليك ولادك هتسترني ربنا هيستر. اللهم امين. بس ادي طيب. اللي هقولها لك يا حضره طيب. الراي. عايز حاجه يا امي؟ يخليك يا ابني. ربنا يسترك على من يعاديك. امين يا رب. خدوا من كده يا رب. تكشف المرض وعلم ربك طعنه كمان. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ الريس؟ عامل ايه؟ زيك. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين. انت حضرتك طيبين. حاجتكم كلها موجوده؟ لا موجوده الحمد لله والاسعار كويسه. صحيح. والله الحمد لله. السكر سعره كويس والزيت وكل حاجه. والرز. والرز وكل حاجه. وكل الاصناف. كل الاسعار كلها كويسه معايا. صحيح. الحمد لله. لا قولي لي عشان لو في حاجه نعملها. لا لا الحمد لله الاسعار كويسه. ربنا يخليك لنا يا ريس. يخليك. خليك يا حبيبي يا رب. والله تحفه. هو سعر حلو وكويس وفي معنى كويسين وبيعملوا زي اي حد. كويس. وحضرتك انا مين؟ كنت عاوز ابلغ ان انا اروح كل المستشفى اعمل اشاعه الفتاة ده ما حصلش يعمل ايه. هيني. تسلم. هيني والف لا باس عليك. وانا اصلا كنت مغرض دي انا كنت بصحي واسلمت وماليش حق. احنا يعني بنعمل للمصري. انت بتعمل بتخدم الناس كلها. على عيني حبيبي. وانا في ظهرك. كتر خير. مش عايز حاجة تاني؟ ربنا يبارك لك. صحيح. الصحة والطريقة. صحيح. ويخليك. ويخليك. أنت عايز علاج؟ ما في تابوس يعني. حاضر حاضر. علاج يعني قولي لي على حاجة لكن كل هنعمل كشف كامل ونشوفي. حاضر. على عيني. ما تعيطيش. أوعي تعيطي. تابوس بقى يعني ما احنا موجودين ليه؟ محدش عايز ويعيننا ربنا. تعالي اللي بتضحك. اهلا وسهلا. انا بصراحه بحب حضرتك. ربنا يكبر خاطرك. ربنا يكبر خاطرك. الاسعار عامله ايه؟ جميله والله. بامانه الله. جميله. كفايه ان حضرتك موجود والله. لا لا. ربنا يعينك علينا يا رب. ربنا يديمكم عليا
ويعيننا على كل خير. لكن انا بسالك صحيح جميله والله الاسعار زي اسعار جميله لا حلوه. طب اي حاجه ثانيه رخيصه عن بره خضار والحاجات اللي عارفه تسلم حضرتك الله يبارك فيك. هل في حاجه ناقصه؟ لا لا يا فندم. طب اقول لك حاجه ثانيه في ملحوظه تقولها لي نعملها؟ لا لا تمام كل الاسعار نازله وكله بيشتري بنفس الاسعار. صحيح النازله عليا انا ببيع بنفس الاسعار اللي نازله. بتنزل الخضار؟ بنزل الخضار وبنزل السمنه والزيت والمكرونات كلها الرز. والرز والسكر والشاي والكلام ده كله. طب اي ملحوظه؟ لا تمام. اسمك ايه؟ ربنا يخليك. اسمي عبد الحي يا فندم. يا عبد الحي انت بتأجره منهم ولا ايه؟ لا لا هو تبع الاسم. تبع الاسم؟ الاسم هو اللي منزلنا واقفين فيه. طب ده طب يعني ده تطوع؟ اه يا فندم. اه انا معايا لصنص حقوق اصلا. انا عارف بس انا بفهم الناس وبسمعهم ان في ناس في مصر جدعان. ربنا يخليك يا فندم. في ناس ايه؟ في مصر جدعان اكيد يا فندم. رجاله جدعان شباب جدعان. ربنا يكرمك. اللهم امين. مش عايز حاجه. ربنا يخليك يا فندم. صحيح. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليهم. ربنا يبارك يا رب. انت بتشتغل ايه؟ انا استرجي. استرجي؟ استرجي موبيليا ولا استرجي؟ موبيليا. موبيليا. بتعمل كام في اليوم؟ والله على حسب ما ربنا سبحانه. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا ربنا ربنا يخليك. احنا نفسنا في شهر. نفسنا في شهر لان احنا قاعدين ايجار جديد ومتبهدلين. الحمد لله على كل حال والله. ليه ما بتقدموش في الاسكان الاجتماعي؟ ما احنا مش عارفين نعمل ايه. ازاي؟ احنا عاملين تسهيلات كتير لكل الناس. حتى اللي الظروف عمله زي اسمك ايه؟ محمد. زي محمد. لسه متجوز على فكره بنت قريب. متجوز بنت؟ ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحه يا رب. الحمد لله والله ربنا سخرها والله. هنا في نعمه. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحه ويا رب استرها معاك يا رب وافرق من الحلال يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا. محور الدكتور صلاح الشاذلي يا فندم عباره عن اثنين كوبري، كوبري بيربط شارع عين الحياه وحتى الطريق الدايري بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حاره مروريه لكل اتجاه، ده خلق يا فندم محور مروري جديد موازي لمحور الاتصالات لنقل الحركه من مدينه مصر القديمه وميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه وميدان مجرى العيون مع طريق ارتقاءه بصلاح سالم الى الطريق الدايري، بالاضافه يا فندم للكوبري الثاني من شارع الفسطاط وحتى محور الاتصالات بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حاره مروريه لكل اتجاه، وده يا فندم خلق محور جديد موازي للدايري في المسافه من كورنيش النيل وحتى محور الاتصالات ونقل منطقه غرب القاهره بشرق القاهره. توجيهات سيادتك بتطوير طريق صلاح سالم في المسافه من حديقه الفسطاط مرورا بشارع عين الحياه ثم شارع الخلاء ثم كوبري الاباجيه ثم نفق باب الوزير ثم نفق الازهر ثم تلاقيع عند محور جيهان السادات. محور رئاسة الرزق يا فندم بطول 6 كيلو 400 في المسافة من تلاقيه مع محور حسب الله الكفراوي من تحت نفق الأثمارات حتى تلاقيه مع صلاح سالم. والمنطقة دي يا فندم كنت سيادتك وجهت إن احنا ندرسها ونرفعها لربط محور رئاسة الرزق بمحور صلاح سالم، دي جارة الدراسة الرابعة، وبالفعل يا فندم بدأنا الشغل فيه. أنا عايز أقول لك على حاجة، النقطة دي لو أنتوا حليتوها تمام فندم أنتوا هتحلوا حاجة كبيرة قوي في المنطقة دي. إن شاء الله بإذن الله يا فندم. النقطة اللي هي نقطة الالتقاء صلاح سالم مع محور رئاسة الرزق ده كنت هتقول له لا الحركه دي كلها لشرق القاهره. لشرق القاهره ان شاء الله. مدينه وسط للتجمع لاي حاجه. ان شاء الله كانت حل باذن الله. طيب ان شاء الله. ايه تاني؟ تطوير طريق صلاح سالم يا فندم المحور ده يا فندم وطبيعه القاهره الخاصه احنا هيتم تطويره عن طريق ان احنا هنطور الاتجاه اللي احنا واقفين عليه ده في المسافه من حديقه الفسطاط وحتى جنوب نادي الابطال باعتبار الاتجاه ده للقادم من منطقه الجيزه وحتى منطقه جيهان السادات، في المسافه من تقاطع جنوب نادي الابطال وحتى كوبري الاباجيه هيكون الاتجاهين بالكامل جداد للحركه المروريه وذلك لتخفيف السيوله المروريه وتحويل الحركه في ميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه، لان المنطقه دي يا فندم في وقت المناسبات الدينيه بتبقى زحمه جدا. ومن كوبري الاباجيه هي زحمه على طول. هي زحمه على طول. لو مشينا دلوقتي هنلاقيها زحمه. لا لا ان شاء الله يا فندم باذن الله بعد ما تعمل المحطه تبقى باذن الله. ان شاء الله. المشروع يا فندم اسكان بديل عشان شباب الخيال يا فندم. المشروع يا فندم بيتم ضمن مشروعات بتتبناها الدوله لخلق سكن كريم يليق بالمواطنين المصريين ونقلهم من المناطق غير مخططه والغير امنه الى سكن صحي يليق بهم كمواطنين مصريين. عندنا فندم في المنطقه الجنوبيه فندم بيتم تنفيذ 5 مشروعات يا فندم. عندنا فندم اول حاجه تطوير منطقه المدابغ بمساحه 87 فندم. المشروع الثاني يا فندم بيتم تطوير منطقه
بطن البقرة يا فندم، منطقة ثالثة فندم منطقة عين الحياة وعين الصيرة. عندنا فندم مشروع سيادتك تطوير منطقة عزبة أبو قرن، وده فندم تم نقل السكان أيضا إلى مشروع معا. وهنا فندم هنتكلم مع سيادتك على مشروع إسكان بديل لشباب الخيالة. تم فندم إنشاء المشروع على مساحة 37.5 فدان فندم بنسبة بنائية 36%. بيتم فندم تنفيذ المشروع بنسبة 100% جاري تسكين السكان يا فندم، وعددهم 1660 أسرة، وتم تأسيس العمارات بالكامل يا فندم ومرفقة بالكامل. إجمالي المشروع ده اللي أنت عملتوه ده، وأنا مش بقوله لك ده، أنا بقوله للمصريين، بقول إن إحنا عشان نعمل الخمس مشروعات دول تقريبا 16,000 شقة. مش كده؟ تمام 16,000 شقة. 16,000 شقة ده كانت الناس عايشة في ظروف صعبة، ودلوقتي هم بنعيشهم في مكان أفضل زي ما أنتم. أنا بس عايز أقول إيه؟ احنا عايزين كمان الخدمات واحنا داخلين، يعني في محلات موجوده تمام لازم 12 محل. طيب انت المحلات دي قوي نعرضها من دلوقتي، وانا قلت الكلام ده وانا هناك ونعملها احنا. ليه نعملها احنا؟ عشان تتعمل بشكل يليق باللي انت عملته، ما نسيبش كل واحد على قد الظروف. احنا يعني مش هنيجي بعد يعني 16,000 واحده دول دي النهارده يكلفوا 8 مليار جنيه مش كده؟ تمام 8 مليار جنيه ده لو قلنا 500,000 ده غير الارض وغير المرافق، وبالتالي ما نعملش ده كله والناس ما تشعرش بالخدمات اللي موجوده انها خدمات ايه؟ خدمات ممتازه او على الاقل حاجه تانية هقول لك عليها. انت عملت مبنى اسعاف ومبنى اطفاء لا انا هتكلم في المباني ديت، البريد والاطفاء والاسعاف. انا ما اقدرش اعمل مجمع للحاجات ديت بدل ما اعمل مبنى ومبنى ومبنى واسيب الارض الفاضيه دي يا ملاعب يا نوادي، بدل ما اعمل مبنى للاسعاف ومبنى للاطفاء ومبنى للبريد. طب ما هو بقى يعني المنطقه دي كلها بالكامل اقدر اعمل لها الحاجات دي في مجمع واحد. مجمع خدمات. مجمع خدمات. فايه مطلوب منكم نشوف ده تمام. دلوقتي كل الحياه بتاعتنا الكنيسه والجامع. مش كده يا فندم؟ ايوه طيب. طيب. حاجه تاني؟ لا احنا بس القناه اللي بالنسبه لنا اللي هم 16,000 وحده اللي طمن عليهم ان هم بدا يتم نقلهم تباعا من اول منطقه اللي هي منطقه فكه البلاغه وشقه السرود وبين الليل اللي هو الجزء اللي احنا تم نقله فعلا للاسمرات. وبعد كده جينا الجزء الثاني اللي هو بطن البقره ومنطقه السحيله ومنطقه كونجراب، دول برضه تم نقلهم جزء منهم الاسمرات وجزء منهم في المنطقه الشرقيه. بعدين دخلنا على عزبه ابو قرن، كانت مناطق ديه كانت مناطق مهدده للحياه، منعو تقريبا معدومه الخدمات. الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمدينه او كومباوند معن، ال 4000 وحده كلهم تم نقلهم لمعن، وفي حتى في متبقي لسه لنا بعض الوحدات. واحنا دلوقتي جاري تنفيذ اخلاء والجزء اللي هو خاص بالسكر والليمون والطياره وتسكين تمام. اه فعلا زي ما وعدنا سيادتك المره اللي فاتت احنا فعلا الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمنطقه الخياله. منطقه الخياله بتعتبر زي ما سيادتك شفت النهارده يعني الحمد لله الناس كلها نفسيا مستريحه، وهي كمان فيها ميزه انها قريبه جدا من المنطقه اللي هم كانوا موجودين فيها. وان شاء الله باذن الله هنسرع الوتيره بتاعه الاخلاء والتسكين وهنراعي الملاحظات اللي معاليك النهارده قلتها ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وفي لفتة إنسانية توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بمصر القديمة وأمر بعلاج سيدة مسنة. ربنا يبارك فيك. ربنا يا رب. النبي يا ابني بتصوم معايا. والله بتصوم معايا. والله العظيم تحت أمرك. ربنا يكرمنا عليك. هنعمل لك كل اللي أنت عايزه. الله يخليك يا ابني. أبوس إيدك. من غير أنت تقولي. أبوس إيدك يا ابني. ده أقوى كم من اللي شفتك. ربنا يبارك فيك. كم خاطرك يا ابني يا أمك ولاد الحلال. ويستر عليك كل وحش يا ابني. ويزعزلك لحد ابدا ولا يدخل في قلبك المرض يا ابني. امين امين. استرها عليك يا حبيبي. ربنا يستر عليك وينصرك على مين يهديك يا ابني. ما تشيليش الهم. والنبي يا ابني اقسم بالله. والنبي لو اقدر اعمل الحاجه دلوقتي اللي اعملها. دلوقتي وانا واقف كده. تعبانه والله. على عيني كل حاجه هتتعمل. تعبانه يا ابني. مش محتاجه تقولي لي انا شايف. على عيني. تعبانه يا ابني. لا عند المستشفى.
كل حاجه. ربنا يستر عليك. وعليك. وينجيك يا ابني. ويخليك مش عايز حاجه. يبعد عنك ولاد الحرام. اللهم امين. يبعد عنك ولاد الحرام والعصيين. امين يا رب العالمين. يسترك على مين يعاديك يا رب. امين يا رب. ولا يدخل في جسمك المرض ابدا. جميعا. ولا يذلك لحد ابدا. امين يا رب. ويجعلك مستور. امين يا رب. يجعلك مستور كل خطوه يجي لك سلام يا حبيبي. ربنا يستر عليك يا ابني. الف سلامه يا رب. شوفوا الحاجة دلوقتي تطلع دلوقتي من هنا. تمام على عيني. عشان اركب هو زعل لواحد بقول له مش واقف الاتوبيس عشان اركب. قال لي يا حاجة الحكومه جايه ورايا. قلت له طيب يا ابني. وقفت كده لقيت اللي بيرن عليا بيقول لي كلمي يا حاجة. قلت له كلم مين يا ابني؟ قال لي كلمي سيسي. فروحت بصراحه انسان طيب طيب ربنا ينصره على مين يعدي وطيب جدا 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 جدا. وفي شاف المرض هو اللي جابني هنا وهو اللي وسع عليا وهو اللي قال لهم اركبوها العربيه وودوها على طول اقل حاجه تعملها اعملوها لها. ربنا يديله صحته يا ابني. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 357 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 140 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام سكر وأرز ومكرونة، وكذلك ضبط 3400 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، وضبط ما يزيد عن 113 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فضلا عن ضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال حجب مواد البناء. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد التي تدخل يومها الرابع وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسب تخفيض تصل إلى 60%. مبادرة كلنا واحد مبادرة مهمة عشان توفر السلع بأسعار أرخص. المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا 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 جدا. فأنا عن نفسي كمواطن والله عايز على طول. ربنا يخلينا الرئيس ويرخص لنا كل حاجة وهنا أحسن من بره. وفضل ونعمة من ربنا. تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية. الصراحة في تخفيضات يعني عن برة، حتى في السكر مثلا برة ب 13 هنا ب 10.5، فيعني في فرق. في الزيت برضو كذلك الأمر في فرق. نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة ديت، ومبادرة حلوة وياريت على طول طول السنة المبادرة، والأسعار جميلة جدا جدا جدا. ومع تواصل فعاليات المبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. مبادرة جميلة جدا تبع يعني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ويعني هو مشكورا بيساعدنا وواقف معانا وجنبنا، ربنا يخليه ويبارك لنا فيه. تتسابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوعة على السلع المعروضة. هي المبادرة كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله، والأسعار مختلفة عن بره بكتير. أنا شايف يعني من بعض الأوقات كده الأسعار هنا تقريبا النص. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك قدام، متشافة هي مش بس كلام، شوف قد إيه في قلوب حواليك. تنتشر الشوادر والمنافذ والسرادقات بكل المحافظات والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وإقبالا من المواطنين عليها، فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاطني تلك المناطق. سعادة الرئيس اللي هو بيعمله ده معانا، الله يبارك له، الله يكفيه شر المرض اللي هو بيعمله معانا ده، وخلينا دي رخيص، ومخلينا الرز رخيص، ومخلينا السكر رخيص. احنا بلدنا كويسه والله، يعني زي الزيت 800 ب34 وب32، هنا جايبه ب27 جنيه. وتحيا مصر، تحيا السيسي. منافذ امان الثابته والمتحركه حرصت على المشاركه في فعاليات المرحله 22 من مبادره كلنا واحد في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجوده العاليه، إضافة إلى إعداد عبوات تحتوي سلع أساسية تباع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. كرتونة فيها كل حاجة، سكر وزيت وسمنة وشعرية ورز وكل حاجة. نحب نشكر فخامة الرئيس إن هو حس بالناس وحس بشعب مصر وخفف عليهم الظروف اللي موجودة يعني. الحاجة كلها جوه ممتازة وأسعارها حلوة جدا، الرز والمكرونة والسكر وكل الحاجة، واليميش كمان أسعار حلوة قوي. والله يا ريس بقوله يعني تشكر على الأسعار اللي انت بتعملها والخدمة اللي انت بتقدمها للمواطنين واللمسة الجميلة اللي انت بتقدمها كل رمضان لكل مواطن مصر. وتتكامل بذلك جهود وزارة الداخلية مع جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير متطلبات البيت المصري بأقل تكلفة ممكنة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع. تأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 28 والتي تطلقها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات المحلية والدولية. تستطيع هذه المبادرة أن تلبي احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى إلى مدينة بالي الإندونيسية. يأتي ذلك للمشاركة في أعمال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمقرر عقدها خلال الفترة من 20 إلى 24 من مارس الجاري. ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة 109 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما سيلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول الوصول إلى صفر انبعاثات، حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ. كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والتي ستناقش موضوع إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، وذلك في مستهل زيارته الحالية لإندونيسيا وفي ثالث محطات جولته الأسيوية. هذا وقد تناولت الرسالة مجملة موضوعات التعاون الثنائي وأطر التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها بما يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27.
وخلال اللقاء أعرب شكري عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين، وكذا أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين. نجح فريق الإغاثة الدولي الثاني التابع للهلال الأحمر المصري في تفعيل نقطة الخدمات الإنسانية في معبر ماديكا على الحدود الأوكرانية البولندية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وتأتي الخطوة عقب جهود وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية وكذلك التنسيق مع الصليب الأحمر البولندي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتسهم نقطة الخدمات في تيسير تسلم الأوراق وتوفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، بالإضافة لتوفير الخدمات اللوجستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى المطار وارسو، تمهيدا لعودتهم إلى البلاد. قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي إن موسكو وكييف قطعتا نصف الطريق إلى اتفاق على قضية نزع أسلحة أوكرانيا. وأكد المفاوض الروسي أن وجهات نظر الجانبين متفقة في الأغلب على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن فريقي المفاوضات يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا ويناقشان الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية. اتهمت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد روسيا بأنها تروج لنظريات مؤامرة بزعمها وجود برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. وخلال كلمتها بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة الأوكرانية، أعربت المندوبة الأمريكية عن اعتقادها بأن موسكو تخطط لاستخدام مواد كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا. من جانبه كشف المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أن هناك معلومات عن تنفيذ سلطات كييف لمشاريع خطرة ضمن برنامجها العسكري البيولوجي، مؤكدا وجود معلومات عن محاولات كييف تدمير مختبرات لم يكن يسمح للمدنيين بدخولها. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه الشديد حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف. وقالت الرئاسة الفرنسية الإليزي إن ماكرون دعا خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى رفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية، وطلب ماكرون بتنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا على الفور. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت التزامهما بإرساء السلام وبسط الاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي وفي منطقة القرن الإفريقي. وأوضح مجلس السيادة السوداني في بيان له أن البرهان وسيلفا كير عقدا في جوبا جلسة مباحثات مشتركة ناقش فيها التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المنشطة للسلام بدولة جنوب السودان، كما تطرق للأمن والسلم الإقليميين. تواصل قوافل جامعة طنطا الطبية أعمالها لليوم الثاني على التوالي في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لتقديم الرعاية الصحية للأهالي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج ل1336 مواطنا بالمجان، وإجراء 25 عملية جراحية وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفى الغردقة.
عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي. وفي بيان لها أكدت الوزارة على بذل الدولة المصرية جهودا ضخمة في مختلف المحافظات بالجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلي، وذلك في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأوضح البيان أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا، مشيرا إلى تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2470 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 8 مليارات و600 مليون جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. شهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حفل تخرج 60 شابا وفتاة من المشاركين بتدريب في مشروع ابدأ حلمك بمحافظة بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية للمشروع. وتفقدت الوزيرة خلال زيارتها لقصر ثقافة بورسعيد معرض صناعة الأعمال الفنية من الحديد الخردة، وأشادت بالأعمال التي قام بها الفنانون من أبناء المحافظة. كما شهدت الوزيرة عرضا مسرحيا غنائيا قدمه شباب وفتيات ممن تم تدريبهم وتأهيلهم من خلال المشاركة في المشروع. النهاردة من محافظة لمحافظة الحقيقة ما بين الجنوب وبين الشمال شيء عظيم جدا، مجهود كبير، لأن زي ما احنا شفنا الحقيقة مجموعة الشباب اللي بيقدموا العرض أو اللي هم في المشروع حاجة عظيمة جدا. كم التناغم اللي بينهم، الفكر بتاعهم ان هم يقدروا يصيغوا فكرهم مع بعض، والمدربين والأساتذة يساعدوا في خروجه بهذا الشكل شيء أكثر من رائع الحقيقة. فأنا سعيدة طبعا جدا بنجاح هذا المشروع، وخاصة في هذه المدينة الجميلة طبعا، لأن الحقيقة كان في دعم كبير جدا كمان من المحافظة، وكان في دعم من أهالي بورسعيد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. انتهت النشرة، لكن هواء التاسعة ما زال متواصلا معكم، وبرنامج التاسعة حلقة آخر أسبوع دائما مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء النور يا محمد، ومبسوطة جدا يكون معاكم. مساء النور عليك يا دينا. مساء الخير يا دينا. بشكركم وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.